كوبايتين ونص من الدقيق، ونص كوباية زيت، 3 بيضات، ونص كوباية سكر، ونص كوباية زبادي. ده زبادي يوناني صح؟ حاطين نص كوباية ولا كوباية كاملة؟ نص كوب. اوكي، ونص كوب من الزيت، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وعلى الوش هنقطع المشمش كده وهنحطه، هتشوفوه دلوقتي. ومحتاجين لوز شرايح، ده للتزيين، فإذا غير متاح مفيش مشكلة. وبس كده، وعندنا رشة سكر. أول حاجة بعملها إن أنا بحط كل الإيه السوائل بتاعتي في الخلاط. هحط البيض، الزيت، لو عايزين زيت وزبدة على بعض مفيش مشكلة خالص. نحط الزبادي، عايزين الزبادي مش يوناني برضو مفيش مشكلة. الوصفة الأصلية فيها ساور كريم، عشان كده حطيت زبادي يوناني بديل للساور كريم، ولكن إذا عايزين تبدلوه بزبادي عادي مفيش أي مشكلة خالص. بنحط الفانيليا والسكر، آدي السكر وادي الفانيليا، وبكده يبقى باقي الدقيق اللي هو بيبقى دقيق الكيك يستحسن، او جميع الاستخدامات. وبحط عليه البيكنج باودر كده، وبيبقى جاهز عندي خليط السوائل يتضرب علشان انخل دول مع بعض واضيف الاتنين على بعض. السوائل على المواد الجافه زي ما احنا متعودين، بعد ما ضربنا المواد السايله كويس جدا، والكيك دي تقيله شويه عادي مفيش مشكله، هي تقيله سنه عن الطبيعي. استخدمت انا بقى ايه طبق غلط، هعمل لي الدقيق من تحت هنا في حرف كده، فايه في شويه دقيق هتلاقوهم ما دابوش كويس. القوام تقيل لا تقلقوا، عادي ينفع نخفه. اه على فكره لو عايزين تحطوا له ربع كوبايه ميه، ولا حتى عايزين تحطوا له لبن مفيش مشكله، مش هيحصل حاجه، ولكن هي قوامها تقيل عادي. يلا بينا. الصينية بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده بتبقى متبطنة، كأني بعمل أي نوع كيك، وبنزل بخليط الكيك زي ما احنا شايفين كده. بل بس ايه الحتة دي كده مية عشان نعرف نساوي الكيك بسهولة. هي الصينية دي كبيرة شوية على المقدار، هي هتعلى بس يعني حاساها تستدعي تخلينا ان احنا نعمل صينية اصغر من كده لو حابين. يعني دي مقاس كام؟ 26. طب ناخد المقاس اللي تحتها على طول، 24 صح؟ اللي تحتها هنا. هي طبعا هتعلى وتقيلة وكل حاجة، فمفيش مشكلة. المشمش بنعمل كده، بنرص المشمش كده، وبعدين نقلع الجلوفز ونرش على المشمش رشة سكر. لذيذ قوي بقى ده الكارمل كده، ويبقى ايه لطيف جدا على وش الكيك. وبعدين ننزل بشوية اللوز المجروش اللي هو اللي اسمه لوز شرايح، بيبقى متقشر وشرايح كده على الوش، وندخلها على فرن درجة حرارته 180، ما بتتسقيش ولا حاجة. هنحطها في الرف اللي في النص، درجة حرارة الفرن 180، متسخن من قبل كده. تطلع من الفرن
بالشكل ده كده بالظبط. نديها رشه سكر باودر على الوش، رشه خفيفه كده باي حاجه، كده 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 كده، حاجه بسيطه قوي برضو للتزيين. وبتطلع زي ما انتم شايفين كده كيكه شكلها حلو ولطيفه وفيها فاكهه الموسم، وبتبقى جميله جنب الشاي والقهوه كده، وحاجه اخر شيك.